مصر بتتغير، رؤية وطن وعزيمة شعب. عشان اطمن على نفسي واشوف اذا كان عندي فيروس او عندي اي حاجه او ضغط او سكر. ونشكر سياده الرئيس على المبادره الجميله اللي هو عاملها دي. الدكاتره هنا والناس كلها يعني شايفه شغلها على اكمل وجه، ودي مبادره جيده جدا من السيد الرئيس، ربنا يخليه لنا ويحفظه لنا. وانا لسه عامله التحليل ومنتظره النتيجه لما تطلع. الدكاتره مش مقصرين معانا في اي حاجه، دخول بنظام وخروج بنظام، وطبعا الحمد لله دخلنا وخرجنا الحمد لله، طلعت النتيجه سلبيه، ما فيش اي حاجه والعلاج موجود بالمجان. التحليل ده كويس جدا للناس كلها ولعامه الشعب، وانا مبسوطه جدا وان شاء الله خير، ودي حاجه كويسه جدا للشعب المصري ولعامه الشعب الغني والفقير. المرحله الثانيه بدانا من يوم 1 ديسمبر وهتستمر إن شاء الله لمدة 3 شهور لحد 28 فبراير. الفئة المستهدفة كل الأفراد من الجنسين فوق 18 سنة. شرط مهم جداً إن أنا الشخص اللي هيجي يتقدم علشان يتعمله فحص في المبادرة لازم يكون معاه رقم القومي، يكون ساري المفعول. الحملة دي حملة هدفها سامي جداً وجميل جداً، لأن مصر معروف عنها في العالم إنها أكتر منطقة فيها انتشار لمرض فيروس سي. فبجهود سيادة الرئيس وجهودنا كلنا إن شاء الله بنحاول نرفع مصر من هذه الأزمة، وبنعمل مسح لكافة المواطنين بحاجة غير مسبوقة أعتقد لا في تاريخ مصر ولا في العالم. وإن شاء الله مصر هتحقق المستهدف بتاعها وهنطلع من الأزمة دي كلنا بتعاون كل الجهات الحكومية والغير الحكومية. الحقيقة كل متعاون والشعب واعي وكله عايز يحلل وعايز يفحص وبيدور على الأماكن، وده شيء جميل جداً.